النهاردة حلقتنا لكل فرق البراعم، سواء 2012 2013 2014 2015 2016. برضو معنا دلوقتي المدير الفني لفريق 2011، وده واحد من الفرق المهمة اللي بتستعد للسنة اللي جاية علشان تلعب على الملعب الكبير 10 وجول. كابتن محمد رجب المدير الفني لفريق 2011، منورنا على قناة الأهلي. منورنا كابتن أسامة، ومتشكرين قوي لاهتمامك بالبراعم والناشئين وبرنامجك الجميل، ومتشكرين لأسرة البرنامج ومنورنا النهاردة. السنة دي تحضير خاص وشغل خاص لفريق 2011 عشان بتعدوهم السنة الجاية ملعب كبير 10 وجول، فأكيد الشغل السنة دي مختلف. مظبوط، أنا من الأول بتعليمات الكابتن بدر اتكلم معايا في حتة إن احنا بنجهزهم لل 11، فكان أهم حاجة عندي الناحية التنظيمية للعيبة. يعني كان تركيزي كله على المهارة والناحية التنظيمية، بحيث هم طالعين من 7 وجون المساحة أكبر، فإزاي يقدروا يقفوا في الملعب ويتمركزوا في الملعب صح. والفترة اللي جاية كمان الكابتن بدر حتى والكابتن شوي إن احنا نقدر نشتغل كمان نزوم تمرينة في الأسبوع لل 11، بحيث بنجهزهم دلوقتي. وبالتنسيق مع 2010 بنبدا ان احنا كل اسبوع بنصعد 2 لعيبه، ده شيء مهم جدا، ده يتمرنوا مع 2010 بحيث ياخدوا على مساحه الملعب ويبقوا ويس. جاهزين بحيث السنه الجايه يبقوا جاهزين لل 11 على طول ان شاء الله. فتره الاختبارات فتره مهمه، فتره ذهبيه، فتره يعني كل ناشئ بيحلم فيها انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي. في 2011 تم اختيار لاعبين من الاختبارات؟ اخترنا 2 من الاختبارات. ده عدد كبير مفروض. اخترنا 2 من عدد كبير يعني. والاختبارات كان اللعيبه فعلا كان في لعيبه كتير قوي. احنا بصراحه النادي الاهلي يعني كنز في البراعم. في الاختبارات يا كابتن محمد، انت بتقيس على العناصر اللي عندك، ولا ممكن تاخد عنصر اقل من المستوى اللي عندك مع الشغل يتطور، ولا بيتم الاختيار ازاي في الاختبارات؟ انا رقم واحد بالنسبه لي المهاره. يعني بيبقى تركيزي كله على المهاره. انا بشوف مهاره الولد ايه، لان انا شايف ان المهاره هي الاساس، هي اللي هتوصل للاخر للفريق الاول. فهي رقم واحد المهاره. لو هو قريب من اللي عندي او ممكن مع الشغل يتطور، لا اخده تمام، لان هو بيبقى جاي اغلب اللي بيجونا من البراعم ما بيبقوش شغالين في انديه يعني. فده جاي طبيعي من موهبه. فممكن مع الشغل يوصل زي اللي عندنا واحسن كمان. اكتر حاجه بتقابلها في صعوبات في بطوله او مهرجانات 2011 ايه؟ ما هو الحمد لله احنا بنلعب في ملعبنا هنا، والملعب ما شاء الله كويس. بالنسبه للاعمار السنيه الفرق الثانيه بتبقى ممكن كبيره، التزوير التسنين فيها صعوبات الامور دي، ولا بنتغلب عليها بالمهاره وبالموهبه بتاعت الولاد؟ لا الحمد لله، يعني قابلني فرقتين كان فيهم بعض العناصر، بس الحمد لله مهاره الولاد عندنا وكرتهم. وحتى لو شفت حتى هتلاقي الاجسام عندنا حتى صغيره شويه. بس انا بقول لهم ده مش مهم، لان احنا 3-4 سنين عايزين لعيب يطلع فريق اول او لعيب يطلع في اوروبا باذن الله. فدايما اقول له اشتغل بمخك، الجسم الكبير ده اتعامل بذكائك، ما تخشش معاه في الدفاع واحد لواحد، ما تحاولش تجيبه في مساحتك، العب الكره بسرعه قبل ما يجي عندك. والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الماتشين دول الحمد لله. مباراه الدرجه الاولى مهم جدا، تربط في السن الصغير ده بين الولد الصغير وبالنسبه له المثل والقدوه لاعب الفريق الاول في النادي الاهلي. ممكن تيجي تاني يوم تضرب مثل في المحاضره بتاعتك بلعيبه الفريق الاول في النادي الاهلي بهدف تم احرازه، عايزين نقلد الهدف ده باللعيبه دي. ده حصلت كتير. في ماتشات كتيره بعد النادي الاهلي ما بيلعبها تاني يوم، لان انا من اول السنه وانا ماشي معاهم في الموضوع ده ان لازم نتفرج عشان خاطر تتعلم، بس مش عايزك تتفرج كلاعب. انا عايزك يبقى مخك كده ان انت تتعلم. واجي اسالهم ايه اللي احنا خدناه من شغلنا وتعلمناه شفتوه امبارح. مثلا حسين الشحات كان فيه هدف مثلا 1-2 مع محمد مع طاهر. مش فاكر في ماتش ايه بالظبط، فهو لعب له لمسه وراح واخد من ورا المدافع راح فانا قلت له دي مثلا هاته خد مثلا. او في مثلا استلام بدوران. او مثلا الهدف بتاع اتحاد جده الثالث، الضغط بتاع حسين الشحات على اللعيب بتاع اتحاد جده. لا كل ده بنتكلم فيه اللي هو انتوا شفتوا ايه. فالولاد الحمد لله بداوا يركزوا في الموضوع ده معايا الحمد لله، وعرفوا ان انا بحب ان انا اجي اسالهم فبقوا يتابعوا. تمام، اشكرك شكرا جزيلا. العفو كابتن اسامه، التوفيق ان شاء الله. متشكر قوي كابتن اسامه، نورتنا. شكرا لاسره البرنامج. شكرا كابتن، شكرا.